بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة الثلاثاء 30 من أكتوبر 2018، 21 من صفر 1440 هجرية. ده موضوعات كتير حقيقة، وعايزين نكمل في موضوعات كتير. طبعا عندنا موضوع الشهيد جمال الخاشقجي، كأني سمعت خبر أن السلطات التركية فعلا هتسمي شارع السفارة باسمه، وده كان شرف لينا أن احنا أول ناس طالبنا بهذا الكلام. وأنا أرسلت بعض الناس وقلته في برنامجي هنا. عندنا شوية حاجات عاوز يعني أخد رأيكم فيها في مسألة جمال خاشقجي. طبعا الوقت لما بيمر الناس بيحصل لها حالة زهق، وبتقعد تبص المسألة على إنه باعوا ما باعوش، طب في اتفاق، طب ما فيش. في شوية معطيات هتكلم معاك فيها النهاردة، وأكيد هتساعدنا على فهم ما يجري، ونشوف مين باع مين اشترى، ايه هي الضغوط، هتنتهي الموضوعات الى ايه. لكن في معطيات اساسيه لازم نعرفها مع بعض. لكن قبل كده دايما هنروح على الشان المحلي. في الشان المحلي في محاوله يائسه لاثبات بالمحكمه انه بعد ما خلصنا بقى ان رابعه الناس مجرمه، وانه رابعه دي هي الوحشه، واللي اتقتلوا دول وحشين بالمحكمه. طبعا نرجع بقى نروح لثورة يناير ونحاول تجريمها بحكم في المحكمة. الحكاية دي مش لطيفة، بس هو السيسي بيعاوز يشرعا الى انه الموضوع مش اخوان، خلاص احنا قاضيين على الاخوان والاخوان مش عارف ايه. لا، ده الموضوع كمان فيه 25 يناير، وفي اي انسان معارض يعني هيجرمه بالقضاء اللي في ايده. خلي بالك من النقطة دي لانها مهمة. مش مكتفي بالاعلام، لا، عاوز يروح للقضاء او القاضي اللي موجود. هو ضابط امن دوله قبل كده شيرين فهمي، وهو اللي يجرم بقى المسائل دي، بجرم الاخوان وجرم الثوره وجرم رابعه وجرم التظاهر وجرم اي حد بيتكلم في اي حاجه، ويبقى عنده حكم محكمه كانه في قضاء في مصر. دكتور البلتاجي استجوب العدلي، ايوه استجوبه، وساله اسئله في الصميم. قال له انت حضرتك انت انا المتهم وانت الشاهد. طب يا سعاده الشاهد، فحوله حبيبي العدلي من متهم الى ايه؟ الى شاهد. خلي بالك من الكلام ده لانه مهم. وبالتالي اصبح البلتاجي السائر هو الايه؟ المتهم. بيسجل في التاريخ، بيسجله هم دلوقتي كده. فقال له هو حضرتك رصدت معلومات عن احتمال حدوث اقتحام مسلح؟ قال له ما كانش عندنا علم بالاحداث المسلحه. ما تم عرضه على رئيس الجمهوريه وقتها كان وجود حركه نشاط تنفذها جماعه الاخوان المسلمين. ادي واحد. يبقى نمره واحد ما كانش فيه علم، يبقى الراجل ده يا غبي يا حمار يا جاهل، لانه مش معقول ما يبقاش عنده علم. قال له هل رصدت معلومات بقيام المئات بعبور قناه السويس او كوبري السلام يوم 28 في الحادي عشر صباحا؟ قال له معلومات وصلتنا ان ما يقرب من 60 الى 90 عنصر تم رصدهم داخل ميدان التحرير، وليس لدي معلومات حول عبور بعض العناصر الاجنبيه داخل فين؟ شمال. يعني ايه؟ يعني انا لا مؤاخذه ماليش دعوه باللي بره، اللي بره مش شغلتي، بس انا ما عنديش معلومات. قال له طيب ناخد كمان سؤال عشان انت 50%. مين كان صاحب المسؤولية الأمنية عن قرار الانسحاب أمام قوات أجنبية مسلحة؟ مش المفروض إن أنت لما في قوات مسلحة داخلة يا حبيب أنت ويا عفتاح المفروض القوات دي قابلها قوات؟ قال له طالما الأمر أسند إلى القوات المسلحة يكون القرار بيد المجلس العسكري. هنا إيه؟ ضرب في مين؟ في القوات. خلي بالك لأنه احتمال حبيب العدل يختفي. ليه؟ لأنه هنا حبيب العدل مش شايل الليلة لمين؟ المجلس العسكري. كلام واضح. هل هيشيلها له؟ هل حبيب هيكمل؟ مش هيتسم؟ هيطلع في حادثه؟ هيطلع في خبر في صفحه الحوادث؟ هيطلع في الصفحه الاولى وبعدين ينسبوها للاخوان برضه؟ قال له طيب هل قرار الانسحاب او التصدي للعناصر الاجنبيه تم الرجوع اليك فيه ام القوات المسلحه؟ قال له بعد الساعه 4 المسؤوليه كانت بتاعت القوات المسلحه. البس اللي بعده. يلا يا سيدي، ما قولك فيما شهد به ضابط الامن الوطني المسؤول عن وقائع الشغب اللي جه وشهد عليهم؟ خلي بالك بانه لا توجد عناصر اجنبيه تسللت الايه؟ للبلاد. قال له من الممكن ما يكونش عنده معلومات. يبقى ده راجل جاهل، لانه بيقول لك ان ضابط الامن الوطني ما عندوش معلومات. امال مين اللي عنده معلومات؟ هل استطعت الحصول على اي دليل مادي يكشف التسلل عبر الحدود الشرعيه؟ قال له ما عنديش تعليق، ليس لدي تعليق. هل ايه تاني يا جماعه؟ ادي يا عمي الراجل، ادي اخر حاجه بعد كده بيقول له ايه؟ قال له ما عنديش معلومات. في حاجه بعد منها، ايوه اهي، والراجل بيعمل كده ليه؟ الورق ما بيطلعش ليه؟ اذا يلاحظ ويفهم من الكلام، واحد انه حبيب العدلي طلع كذاب،
وجاهل ما بيعرفش يقوم بالمهمه بتاعته. اثنين انه عاوز يلبسها لمين؟ للمجلس العسكري. ثلاثه وده المهم ان رجاله الامن الوطني كذابين ونصابين لانه ما عندهمش معلومات وهو اللي قال كده مش احنا اللي بنقول كده. طيب ايه بقى حكايه الثوره دي؟ عاوزين بينقضوا عليها ليه؟ لانه بعد 5 سنين لا زال صدى صوت الثوره والثوار موجود. وبعد 5 سنين عبد الفتاح السيسي لايص رايح فوق يمين شمال سعوديه تركيا السودان مش عارف فين وبيشتم ويقول لك ان الثوره كانت ايه؟ خطا، علاج خطا ليه؟ لتشخيص غلط. مش كده؟ انا هفرجك ده عبد الفتاح نفسه عشان اعرفكم ان دول شويه مجرمين اكابر مجرمين. دول نصابين لا ليهم لا في العسكريه ولا بيعرفوا يقضوا على الارهاب ولا بيفهموا في السياسه ولا في التخطيط الاستراتيجي، ما بيعرفوش. وهبل هبل هبل يعني ليه بقى؟ لانه قال كلام متسجل عليه. سمعني بقى عبد الفتاح السيسي وهو بيعترف بالثوره. يلا يا سيدي اتفضل. الثوره حلوه وماما حلوه ومصر تحيا مصر وكله جميل، ويجيب لك بقى قديمه وجديده. ده كان وقتها كده كان مطلوب ان هو يركب ويقول لك الاخوان ركبوا الثوره. لا انت كذاب ونصاب، انت اللي ركبت الثوره وركبت الشعب المصري. ده انا ما اخترعتش الفيديو ده يا جماعه، ده اللي عامله عبد الفتاح بذات نفسه. نرجع تاني وهو لابس الاسود في اكاديميه الشرطه بيحتفل بالثوره. قال ايه؟ عيد تاني يا سعاده الكبير مره تاني. الثوره حلوه وجميله زي ما قلت لحضرتك. طلع تاني قال لك الثوره على غلط لشيء غلط. ليه؟ لانه يكره كلمه الثوره. ركز. هؤلاء يكرهون راي الشعب وصوت الشعب كما يكرهون رؤيه انفسهم عرايا قدام انفسهم، لانهم مكشوفين من جوه. الابطال اللي انت شايفه دول ابطال من ورق، ابطال بتسب الدين لنفسها. عمرو اديب طلع سب الدين، قال كان طلع ابونا وعمل في الشعب. عمرو اديب نفسه الذي كان يتحدث اليوم على الثوره ومين اللي قتل الشباب كانه مش عارفهم ومين اللي ذل الشباب وحسن مبارك طلع براءه، الكلام ده كله كلام اوانطه. لانه المطلوب انه لا ثوره لا حديث عن الثوره، بينما الثوره قائمه. بالمناسبه الناس فاهمه ان الثوره يعني بكره. الثوره هي الغضب المتراكم الذي يعتمل في الصدور مع فشل ذريع لناس معاها مليارات الدولارات فشلت في اقناع اصدقائها اصحابها انفسهم انها صح. يعني السيسي حتى هذه اللحظه لو دخل انتخابات حره نزيهه ضد عصايا هيخسر. والله لو دخل ضد خيشه، مع احترامي لخيشه، خيشه هيكسب. امال هو ليه خاف يخش ضد واحد عسكري ذو حيثيه زي عنان، ولا واحد حتى ملوش حيثيه زي احمد شفيق؟ ليه؟ لانه بيخاف، لانه عارف انه سمعته زفت وطين. النهارده بيقول لك ان الراجل خد 170 الف طن، خدهم مش عارف عمل ايه، فده اللي غلى السعر. انت بتهزر في البطاطس؟ انت هتهزر في البطاطس يا عم فتح؟ وبعدين يطلع يقول لك ايه؟ الثوره كانت حاجه غلط. يا عمي اشتغل حاجه، ورينا مشروع، ورينا انتاج، سيبك من الثوره. لا ما يقدرش، لانه هس اللي عمال يطلع يتكلم عن الثوره ويشتمها ثلاثه، طبعا احمد موسى وعبد الفتاح السيسي وعمرو اديب، وشويه يطلع عكاشه هيطلع، بس هم لسه ما خلصوش من فيلم الاخوان. بطاطس عمل لهم هس للاخوان تاني. ما المطلوب؟ المطلوب ان حضرتك تنسى 25 يناير اللي هو اراده الشعب. واراده الشعب مش الشعب المصري، اراده الشعوب العربيه. لانه زي ما قال الشهيد جمال خاشقجي انه ايد الربيع العربي لانه يعبر عن اراده الشعوب، وده راجل ايده ملمسه في اجهزه. يعني جمال خاشقجي مش ده راجل عادي كده صحفي جورنالجي حوادث، لا ده جورنالجي من جوه. قال لك الحكايه دي عامله رعب. فحضرتك لازم تعرف مش العدو اخوان ولا العدو امريكا ولا العدو اسرائيل، العدو هو بالنسبه له العدو هو كلمه الشعب. رأي الشعب. اطلع واحد يقول لك الشعوب اصلها مش عارف مغلوبه على امرها، لا كانت غالبه. لما اوريك الفيديو بتاع عمرو اديب وهو بيتكلم وهو بعد الثوره وازاي كانوا بيذلوه ويطلعوا عين ام اللي خلفوه على كلامه، تعرف يعني ايه ثوره، تعرف يعني ايه كرامه، تعرف يعني ايه اراده، تعرف يعني ايه اللي بيحصل فيك دلوقتي. لانه حضرتك لو كان عندك نص صوت ربع صوت زي ما حصل اليوم 25 يناير كنت شلت هذه الاشكال وعمرت البلد، لان دخلها مليارات الدولارات، اشي من جزيرتين، اشي من دعم من كل العالم، ومع ذلك اتشفطوا.
اتشفطوا في ما يسمى بالمجلس العسكري، كل واحد واخد حته ومظبطها، وبعدين يقول لك احنا ايه؟ هنغني الناس ومش هرفع الاسعار، والدولار حتى لو زاد الاسعار هتنزل، وفي الاخر بيطلع كذاب برخصه. كذاب برخصه. هذه الايام هي اسود ايام تمر على حلف الشيطان الممثل في السعوديه والامارات والبحرين ومصر. مصر هنا عبد الفتاح السيسي. اسوأ ايامهم على الاطلاق، لان الحبل بيتشد. بيتشد. كل واحد عارف عمل ايه، وكل واحد جاي له الدور. هاجي لك انا على القصه دي. ده الدنيا مش الدنيا بتزهزه. بزهزه لانه الان حصحص الحق. قربنا قربنا. هي هتعترف. ايوه لازم. لازم تعترف انا راودته عن نفسي. لازم. هيحصل هذا الكلام، هيحصل دلوقتي او بعدين، لانه الخناق يشتد. وهكلمك عن محمد بن زايد والسيسي بس بعد شويه. في مصر بلاش اقول تركيا، بس هقولها. مش انا مش معجب قوي بحد الا بلدي، بس لما بشوف حاجه بتحصل في العالم بنبسط، عاوزها تبقى زيي. يعني انا عندي غيره على البلد شديده. تركيا تصنع سفينه تحفر وتنقب عن البترول والغاز في البحر. يعني مش جايبه واحده من شركه شيل، ولا من بريتش بتروليوم، ولا من اكسون نوبل. لا، تركيا جايبه، عملت السفينه بتاعت التنقيب وبتنقب عن البترول. تركيا بتفتح مطار في مصر، بيهدوا خزان ميه بطريقه حاجه عظيمه جدا، وكأن مصر دي في العصر الحجري. جاي جرافة بتشيل وتقوم يا اخوانا، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ محدش قال يا جماعة في العالم ان في حاجة اسمها محليات. انا لو تقول لي تجيب حاكم تخليه امير المؤمنين ومحليات فيها ناس اطهار نضاف دماغهم نظيفة، انا موافق صدقني. لو تجيب حاكم يقعد يبقى مصر ملكية، بس لما اروح محلية من المحليات، بلدية من البلديات، بص شاهد يا مؤمن، شاهد بقلبك، والعربيات ماشيه والناس ماشيه، طخ وقع الايه؟ الخزان. ده في انهي تكنولوجيا؟ فين التقدم؟ ونام على جنبه؟ قصدك تقول نام على جنبه. بص حاجه منتهى الاذى. وبعدين زمان حبوا يشيلوا تمثال عبد المنعم رياض، سيد عبد المنعم رياض، اوب اوب اديها. اللهم صل على النبي. معرفش انتوا شايفين الفيديو ولا انا، ولا انا اللي شايفه عمال علق لوحدي كده. ده بقى التمثال اللي حضرتك هتشوفه، تمثال عبد المنعم رياض. شيل يا معلم برضه بالجرافه، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ده فين يا معلم؟ ده في مصر المحروسه. ما تقوليش ان ده عمل طبيعي، ما تقوليش ان احنا متخلفين، عشان ما عندناش. عندنا عقول، بس عندنا لواءات، وعندنا عمداء، وعندنا ناس بتضرب دول. يعني في نايب في البرلمان بتاعهم اتضرب، ضربوا راجل شرطه وبهدله. عقيد ولا عميد؟ والله مش عارف، مفيش حاجه اسمها. بص بص يعني التمثال، يلا يا تمثال بسم الله، يلا يا اخويا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه الفكر العظيم التجديدي ده؟ ده يزعلك ويزعلني ويخلي المراره في حلقي تبقى عاليه. ما اعرفش اكل انا، والله معدتي بتغضب عليا، لانه احنا يا خبر ابيض، مصر بتنفي كده؟ مصر كده؟ وتجيب فيديو بتاع 6 اكتوبر والظابط وثلاثة صولات عمالين يضربوا في الواد ويجرجروه. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ انتوا بتهزروا؟ لا، هي دي مصر حقيقه. ولا اعدك بشيء ولا يتحقق. مفيش حاجه في البلد دي هتتحسن طول ما فيها جنرالات وعمداء، مفيش فيها محليه. تعرف عبد الفتاح السيسي ده ديكتاتور وابن 60 في 70، وانا قلت لك هذا الكلام من 3 سنين. لو قالوا هنحكم بالديكتاتوريه مفيش حريه راي، بس ادونا بلد نظيف، مش هيديك، لانه ما بيعرفش. ما تقول رئيس الوزراء بتاع الانقلاب بيقول لك في شغل ب 4000 جنيه بس الشباب بيروحوا ابو 1000 جنيه، شباب فقري ابن كلب، اسف التعبير، شباب فقري قوي. ليه كده يا شباب؟ والله الواحد تعب، تعب فعلا، يعني نفسيته تعبت. بس زي بعض، بيقول لك حصل حريق هائل في محطه كهرباء بمطروح، وانقطاع الطياره على المدينه باكملها. يبقى يقول لك بكره ايه؟ واحد من الاخوان اللي عمل كده، او الارهابيين اللي موجودين في الحته الفلانيه. بس الكهرباء، الكهرباء حريق هائل، يبقى المكنه ما كانتش ايه شغاله كويس. بيهدوا جامع في اسكندريه عشان يعملوا محور،
الدنيا هاصت. فطلع إدارة الإفتاء بتقول يا جماعة لا مانع من هدم 4 مساجد بمحمودية الإسكندرية، لا مانع. ما لو كنيسة، ما أنا لا أطالب بهدم الكنائس، بس ما تفهمش غلط، بس هوريك الفرق بين إن نظام يعمل اعتبار لرمزية المساجد ونظام لا يقيم أي اعتبار للمساجد بس بيقفلها. ده عادي، عادي جدا، لا مانع من هدم 4 مساجد والأهالي بيقولوا حرام، بس يقول لك مش مهم، مش مهم. أنا ما علقتش من زمان على حد من السخفاء زي أشرف السعد، بس السخيف قوي بيقول له هو احنا يا فندم مش هنعمل زي تركيا يا فندم؟ قال له ليه بتقول كده يا سامح؟ قال له نفسي حضرتك تفتح مطار زي اللي فتحه أردوغان النهارده. احنا بتوع الآخرة يا سامح، ولن نأكل من بيوت الدعارة، هم ليهم الدنيا ونحن لنا الآخرة. أنا آسف يا فندم، ربنا يقوي إيمانك. ده أشرف السعد. يعني شخص مريض، فعلا مريض وكئيب. بس انا بوريك الحقد على تركيا. حضرتك يا فندم عندك شارع الهرم، حضرتك يا فندم عندك خمارات، وحضرتك يا فندم عندك اوردرات بتروح دول الخليج، ده انت اللي بتعترف على نفسكم. حضرتك يا فندم عندك الست فيفي عبده طلعت مره قالت لك ان الشيخ زايد بيحب ارقص له، نجوى ابراهيم، نجوى فؤاد قالت كده، سهير زكي قالت كده، تحيه كاريوكا كانت بتاعت الملوك، مش عارف، بلاش تتكلم عن الناس. وبعدين انا فاكر ان اللي بنى المطار مهندسين، هو اللي بنى مصر حلواني او رقاص. يعني مصر دلوقتي عباره عن الهام شاهين، يسرى، عمرو اديب، يعني كل الرقاصين، احمد موسى، ما فيش حاجه يا باشا. انت شفت المطار بس الغيره واكلاك، بس عيب 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 تبقى قبيح للدرجه دي وغبي، يعني مش قبيح بس قبيح وغبي انك تحط الكلام ده. الا انت كنت تقصد خير وعاوز تقول له يعني ان السيسي يعني راجل مؤمن وانت مش مؤمن ولا حاجه، بس يعني زي بعض، راجل مؤمن جدا. تركيا تطلق اول عمليه للتنقيب عن النفط والغاز في المتوسط، وقلت لك وريت لك الكلام دوت وقلت لك عليه. ليه؟ لانهم ناس بتفكر. السفينه دي يا باشا، السفينه بتاعتهم هم، ده الكلام ده اعلن النهارده، هيبدا على بعد 100 كيلو من قباله ساحل انطاليا ابتداء من بكره. قواتنا البحريه ستقوم بما يلزم، اعمال التنقيب هتبقى قباله ولايه ميرسين، وهنشتري كمان سفينه للتنقيب، هكذا بيقول الخبر. طبعا هتهيج الدنيا ويحركوا الاسطول المصري عشان الكلام الفارغ اللي انت بتسمعه ده مفيش فيه فايده. النهارده طبعا الجنرال عبد الفتاح راح المانيا، والناس جهزوا له مفاجاه صغيره قلت لك عليها امبارح في المانيا، حطوه على دبابه وعملوا له بالون كبير ووقفوا يتظاهروا لانهم احرار في المانيا، وقفوا يتظاهروا قدام مقر المستشاريه. ادي عبد الفتاح السيسي وهو على الدبابه، هتشوف صورته دلوقتي، مش صوره واحده ولا اثنين، ده بالون، لانه ما زالت مصر محبوسه، ما زالت مصر قيد الحبس. الصوره دي يدفع عليها السيسي $1 مليار عشان ما يشافش، زي ما محمد بن سلمان يدفع $1 مليار عشان الاتوبيس اللي عليه اعلانات بتقول انه القاتل قاتل خاشقجي تتشال. طول ما الناس اللي زي دي موجوده، ثق ان الحياه فيها امل، ثق ان التغيير قادم. الناس دي كان يكفيها تقعد في بيوتها، كان يكفيها تقعد وتقول والله احنا في الغربه ونشوف حلها، لكنهم قرروا يواجهوا الجنرال، وقرروا يواجهوه بالطريقه اللي يفهمها الغرب. ما تقوليش بقى اخوان ومش اخوان، دول ناس مصريين حقيقيين بيؤمنوا بحقهم وبيقفوا ضد الجنرال بعد 5 سنين، رغم ان مين؟ المانيا بتساعده وبتساهم في مساعدته، لكن هو مش قادر يساعد نفسه. نيجي بقى نخش على ايه؟ موضوعاتنا الاهم. على ما زملاتنا كنت نفسي ان نشوف نعرض لكم الفيديو بتاع عمرو اديب بتاع لما كان طلع مع يسري فوده وقال كلام مهم جدا، اتفضل يا فندم. ده جزء من اللي قاله، بس انا بخليك حته كده في الاخر قبل ما تنتهي الحلقه مع نهايتها، هوريك عمرو اديب وهو بيتكلم عن الثوره والذل وكم. لولا هذه الثوره ما كانش عمرو اديب دلوقتي بياخد في عند تركي آل الشيخ مبلغ وقدره، مبلغ بالملايين. ركب الثوره وطردوه من الميدان، حضرتك عارف الصور، هو ولميس، ومع ذلك مدح في الثوره لان هي الثوره اللي عملته بني ادم، وبقى يتكلم عن جمال مبارك وعن احمد عز والناس دي، وركب الموجه وركب ما بعد الثوره، والغلط عند اللي رجعوه يشتغلوا، لان الاشكال دي اشكال ضاله حقيقه، ما يجبش تطلع في الاعلام ابدا ابدا ولا تاكل عيش، دي يجب انها تشتغل موظفين. عنده مطعم كان بيورط فيه للزمالك
سندوتشيات ايام مرتضى منصور بالمناسبه وايام الانتخابات زمان، عنده مطعم كبير يعني، باع له مره في جمعيه عموميه بحوالي 2 مليون ولا مش عارف 250 الف ولا 700 الف سندوتشات بس في الجمعيه. ادي عمرو اديب كمان وهو في التحرير بيطرد وبيقولوا له بره بره، انه حاول يركب الثوره. افهم بقى ايه؟ انه هو مع اي نظام يديله فلوس، مع اي نظام يعبيله في الحصاله، انا ده ولا بثوره ولا بكام. عشان كده هو بيشتغل دلوقتي ضد الثوره. ليه؟ لانها يعني بياخد فلوس من حته ثانيه. لو حصلت ثوره بكره وانا هفكرك وتغيير، هيطلع عمرو ادياب، عمرو اسمه ايه، عمرو اديب، هيقول لك بصوا يا جماعه انا عاوز اقول لكم على حاجه، عبد الفتاح السيسي بعتني للسعوديه. اي والله. وتطلع لميس اللي مستخبيه دلوقتي، اللي برضه طردت منين؟ من ميدان التحرير. ده على هامش الثوره اللي بيتكلموا عليها. الثوره دي ثوره شعب، مهما تعملوا ومهما تكتبوا ومهما تالفوا هي ثوره الشعب، وانتم اعداء الشعب. الحقيقه المطلقه ان حضراتكم اعداء الشعب. استفيدوا من كل شيء، اعرض تعيط وطلتم. وعلى فكره برضه ده نفس الشيء حصل لما في حادثه الكنيسه، عيطت وطردوها الاخوه المسيحيين من هناك. وبالمناسبه بوجه الشكر والتحيه والتقدير للقس المسيحي اللي كان موجود في المصري، اللي موجود في القدس، اللي جماعه الصهاينه اتعاملوا معاه بعنف، واللي الراجل ده في لحظه من اللحظات انفعل وراح اذن من فوق منبر القدس. ده المصري الحقيقي، مش هو مسلم ولا مسيحي، بس كمان لكونه ورمزيته ان هو مسيحي عارف مدى الاضطهاد. ده مش بتاع تلدرس، ده بتاع المسيحيه. لما راح شاف في عينه قال برق، لان ده راجل متدين. سواء متدين صح ولا متدين غلط، هو متدين بمعنى انه مش لعبه في ايد المخابرات والاجهزه الامنيه. هذا القس وقف وقفه شجاعه جدا ضد المحتل. مش وقف مع عبد الفتاح السيسي، لا، وقف مع ضد المحتل. لو انا بسمع صوت، هسمع صوت عبد الفتاح السيسي بيقول له يا عم اللي انت عملته ده خربت الدنيا، تعال ارجع على مصر. الراهب مكاريوس الاورشليمي يعني القدسي، قدساوي يعني، رفض. ده انا بوجه له تحيه من هنا بغض النظر عن التفاصيل، لكن التفاصيل كمان مهمه لانك تعرف انه في لسه بني ادمين، في ناس بني ادمين كتير جدا باصين للقدس على انها ثالث الحرمين. مش الاخت، اخت النيل اللي اسمها رجيف اللي بتاعت الامارات، بتاعت الصهاينه اللي راحت الامارات وقالت لهم المسجد ده اكبر مسجد، يعني مسجد مقدس زيه زي الايه؟ المسجد الحرام، والمسجد ثالث اكبر مسجد عند المسلمين. يعني بتقول لهم انسوا القدس وفكروا في مسجد زي دي يكون ايه؟ ثاني القبلتين يعني، او اول القبلتين يعني. نرجع بقى للبيزنس از يوجوال ونتكلم في ما الذي يجري حاليا في مساله اردوغان، خاشقجي، بن سلمان، ترامب. من كام يوم بوتين طلع تصريح بانه الاسره ما لهاش علاقه، صح؟ وماكرون قال لك المساله مش مساله الاسره، خلينا ناكل عيش. اجتمع ماكرون وبوتين وميركل فين؟ في تركيا. كان الملف الرئيسي هو ملف سوريا، ازاي هيتعالجوا، هيعملوا شغل في الايه؟ في الملف السوري. اردوغان طلع تصريح صغير قوي، قال ايه؟ قال لقد اطلعتهم على تفاصيل لم يكونوا على علم بها في موضوع مين؟ خاشقجي. يبقى دي النقله بتاعه الشطرنج. عليك هجوم جامد من ماكرون ومن بوتين. ميركل عندها خبر، فقام حرك عسكري صغير وقال له روح اطلع لقدام هدد لي الايه؟ الفيلين دول او الفرسين دول. وقفوا الفرسين، واحد منهم لازم يضيع، لان العسكري هاجم على الفرسين بزاويه، واحد منهم لازم يضحي بفرس. الحقيقه انه لما عمل كده حايد بوتين وحايد ماكرون، لان بوتين عاوز تحط في الحصاله ياخد زيه زي اي حد في الدنيا عادي، وماكرون عينه على صفقات السلاح مع السعوديه، لان ماكرون مش منسق مع ترامب طبيعي، هما الاثنين مختلفين وانت عارف على اوروبا. ميركل عايشه وفاهمه، وفاهمه الدنيا ماشيه ازاي، بتخسر في السياسه في بلدها، واعلنت انها مش هتبقى رئيسه الحزب لانها تحترم شعبها اللي قال لها لا، مش هتنفع تنجحي تاني يعني في الانتخابات المحليات، خسر حزبها 10% من الاصوات، فخلاص قالت انا هسيب الحزب ومش هكمل في السياسه بعد الفتره بتاعتي. ده الناس اللي بتحترم ايه؟ شعبها.
أردوغان قال لك أطلعتهم على تفاصيل، يعني إنه دول ما يتكلموش تاني، مش هتسمع في الغالب، في الغالب بين قوسين مش هتسمع تعليقات لصالح النظام السعودي من عند بوتين ولا ماكرون، إلا إذا كان حجم الإغراء أكبر من حجم الأخلاق. يبقى ده واحد. اتنين، معلم أردوغان عمل كش ملك لترامب وللسعودية. قال لهم شوفوا، إذا أنتوا مصرين فإحنا كمان عندنا ما نستطيع الكشف عنه. وقال لهم مفيش تعاون حلو من السعودية. الكلام مش للسعودية، الكلام للي بنصره محمد بن سلمان، إنه الراجل اللي جه ده أول ما جه الأمين النائب العام السعودي قالوا له هات الإفادات بتاع الشباب، قال لهم لا إفادات أنا ما عنديش إفادات، قالوا له هات الإفادات عشان نتكلم. خلص الاجتماع الأولاني كانت الدنيا إيه؟ مسودة. طلع المسؤولين قالوا الراجل ما قالش حاجة. رجع سألوه تاني فقدم لهم الإفادات بتاعة ال 18 اللي هناك. بس قال لهم أنا مش هنقدر نسلمهم دول مواطنين. قالوا له اسمع الكلام لأنه اللي جاي. قال لهم طب أقول لكم حاجة، ده السعودي الشاطر المعجم. قال لهم ما تدوني الأدلة اللي عندكم، إيه رأيكم؟ طيب قوي. هو طيب وغلبان، يعني طيب وغلبان. لان هو مش مدعي عام ولا حاجه، ده راجل راجل يعني راجل شرعي يعني، بس هو مش مدعي عام ولا حاجه، مدعي العام ده حاجه يعني مهمه جدا. فراح قالوا له طب ايه رايكم ادوني الادعاء ده واديكم اللي عندكم. قالوا له شوف يا حاج اسمك ايه، انت احسن حاجه تروح. فقام الراجل رايح شاف القنصليه بنفسه، بقى هيشوف بقى القنصليه بقى بعد ما اتدهنت وبعد ما اتغسلت وبعد ما اتعجنت وبص عليها، وبعدين في الاخر هيكتب في التقرير القنصليه نظيفه، نظافه الايه؟ المسجد الحرام، وانه كل شيء ايه؟ تمام تمام. طب انت جاي دلوقتي ليه؟ المفروض يحصل، ما مجرد ما تحصل حادثه يعني انت متوقع يا 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 معجب يا مدعي عام يا النائب العام السعودي ان تلاقي جمال خاشقجي في فرنسا؟ يعني هتخش على البير؟ هتخش على بيت القنصل؟ انت بتهزر. بس كل التاخير ده عشان الادله تروح، الادله ايه؟ تروح وتنتهي. الحقيقه اللي انت مش قادر تعرفها يا حاج معجب، مش نفس معجب برضه الراجل الطيب ده، الحقيقه اللي هي بتعرفها انه في حاجات تانية، العربيات غسلت بتاعت القنصليه وملابس جمال تلاقوها في عربيه وطلعوا عربيه، يعني في حاجات كتيره يا معلم ناهيك على انه السؤال المركزي انت جاي تحقق في جريمه قتل، فين القتيل؟ انت الوحيد اللي قلت ايوه كانت مدبره فاعترفت، ده كويس قوي. فين الجثه؟ الجثه مش عند الاتراك، الجثه عند حضرتك، عند محمد بن سلمان، الدماغ الراس اتحطت على مكتبه. والشريط بيقول قال له اقتلوا الكلب ده، يعني مش انت. فالان الراجل المعجب هيرجع في الغالب، هيرجع بخفة يا حنين. بس الاردوغان قال لك لا، الجماعه بيمطلوا. مين بقى الجماعه اللي بيمطلوا؟ هو ده السؤال. خليني اقول لك ازاي نفهم مع بعضينا القصه دي وبالراحه، عشان كل شويه الرئيس اردوغان بيطلع بحاجه بسيطه بس معبره. قلت لك انسى فكره ان انت تشوف الشريط على الهوا لانه هو ده المستمسك. محللين السياسيين الامريكان بيعتبروا انه الكارت الاكبر الذي يهدد به اردوغان ترامب قبل محمد بن سلمان هو الفيديوهات والتسجيلات الصوتيه. خلاص؟ فلازم تعرف حكايه. طيب ترامب داخل على الانتخابات، الانتخابات دي حزبه متنيل ب60 نيله، بيواجه حمله كبيره جدا من الاعلام، بيشتم في الاعلام وبيتهمه بانه هو المحرض على قتل اليهود 11 اللي ماتوا في بيتسبورغ من كام يوم، وانه انت راجل بتنشر الكراهيه، وبسبب نشر الكراهيه المسلمين واليهود بيتقتلوا. ادي واحده. وانت بسبب كراهيتك وحمله الكراهيه بتعملها، الطرود المفخخه راحت للرؤساء القدامى ولسورس، وراحت للممثل دينيرو، وراحت لناس كتير، ففي حالة رأي عام ضده. وهو مش ناقص يشيل قضية خاشقجي. ليه بقى؟ انه خاشقجي دلوقتي وطالب باتخاذ عقوبات شديدة نظرا لما لديه من مستمسكات، لان الست رئيسة المخابرات جت وديت له تقرير. خلي بالك لما جه بومبيو هنا، وانا قلت لك انه شاف بعدها بساعات، قال احنا ما شفتش وما اطلعتش، والخارجيه التركيه قالت لا احنا ما شفناهوش حاجه، ما ادينالوش حاجه، مش ما شفتش حاجه. ليه بومبيو عمل كده؟
لان بومبي وزير الخارجيه لو قال ان انا شفت معناها انه عنده علم بالايه ده اللي حصل، وبالتالي الكونجرس هيستدعي مين؟ بومبي وزير الخارجيه، ويقول له طيب اهو اذا كنتم شفتم الجريمه وتورط محمد بن سلمان فلما لا تتخذوا اجراءات ضده؟ وبالتالي ترامب هيبقى عاجز لانه مش عارف ياخد اجراءات، ولو مش عارف ياخد اجراءات معناه انه رئيس عاجز او متباع، وبالتالي يتعين عليه انه ياخد اجراءات. هو مش قادر ياخد اجراءات لاسباب كتيره اتكلم فيها، فيخسر حزبه الانتخابات ويطلع مين بطل؟ لسه لحد دلوقتي الكارت عند مين؟ عند الرئيس رجب طيب اردوغان. خلي بالك الحكايه دي، انت مستسهل فكره الكارت اللي في ايده ده. لو ترامب وصلت له الاشياء مع السي اي اي يبقى عنده علم. طيب ترامب قرر انه يشتغل على محمد بن سلمان لانه عنده علم، صح ولا لا؟ هيجي السؤال الثاني، هل يتحمل ترامب مسؤوليه انه محمد بن سلمان هيت باك، يعني يضرب ضربه ثانيه ويقول له ما انا اشتريت منك وبعت لك وانت وجارد كوشنر؟ دي هتخسره. طب سكت ترامب هل خلصت القضيه؟ فاز حتى حزبه مثلا، لو خسر حزبه يبقى ترامب كده خد القضيه خلاص، لانه خلاص هيبقى في اغلبيه للديمقراطيين هيشرشحوه ودول مستنيين الحكايه دي. طيب ترامب نجح يبقى يتعين عليه بعد النجاح وهو في مركز قوي انه ياخد اجراءات ضد محمد بن سلمان. عرفت الكارت ده بقى موجود فين؟ في الوقت الراهن مين اللي بيدير الملف بتاع محمد بن سلمان؟ في جهتين، جهه اصليه وهي امريكا، وجهه مفوضه وهي المملكه المتحده اللي هي بريطانيا. المملكه المتحده اللي هي بريطانيا قررت انها تحيد اول حاجه محمد بن زايد. محمد مين؟ بن زايد. ليه؟ لان عارفه دور محمد بن زايد. الامريكان قالوا للبتاع بتاع مصر بلحه اخرس انت، اخرس انت، لانه برضه الطيارات زي ما قلت لك في اول يوم نزلت مصر وراحت الامارات، ففي شبهه. عشان كده محمد بلحه اللي عندنا اسمه عبد الفتاح السيسي يعني راح بعت رساله مع مين؟ مع البشير لاردوغان، ارجوك يا كابتن يا استاذ يا طيب يا معلم، انا والله يعني اتزنقت، انا مش في الخناقه دي، واحنا ممكن نتعاون، ونتعاون في حاجات كتير، نتعاون في حاجات كتير، وممكن عبد الفتاح يتعاون، بس كمان انا طالب شويه طلبات مش وضعها دلوقتي. بريطانيا حيدت محمد بن زايد، بقاله كام يوم محمد بن زايد ما بيظهرش يا استاذ؟ 29 يوم. وفي الازمات الاوقات الطبيعيه محمد بن زايد هو اللي بيتكلم مع السعوديه، صح؟ ومعها ونقف معها، وتلاقيه دلوقتي راح الرياض وجه من الرياض، قالوا له اخرس انت. شات يور ماوث. اخرس. لم يحدث في تاريخ محمد بن سلمان انه مر بمثل هذه الفتره العصيبه. طب ايه بقى اللي هتعمله بريطانيا؟ في مقال مهم جدا لكوندليزا لسوزان رايس اللي هي مستشاره الامن القومي الامريكي السابق ايام مين؟ ايام اوباما. المقال ده كاشف لحاجات كتيره جدا، بيقول لك شريك لا يمكننا الاعتماد عليه. بتقول فيه اذا فشلنا ان نعاقبه مباشره ونعاقب فقط او نستهدف فقط اولئك المحيطين به، فان محمد بن سلمان سيصبح اكثر قوه من اجل اتخاذ قرارات او افعال متطرفه. بتقول للراجل بتاع ترامب يا ترامب اذا فشلت في اتخاذ قرارات واحضرت حتى ال 18 وحكمتهم هيبقى وضعه قوي جدا، وانا هكلمك على المقالين النهارده ده وواحد تاني. وبعدين بتقول اذا لم نعاقبه، وهذا ما يجب فعله ان نعاقبه، محمد هيصبح فخور بانه نجا من الايه؟ من المعركه دي، وهيبقى بيتصرف بلا مسؤوليه ليعبر عن استقلاليته. يعني هو يقول لك انا فلتت من دي، انا هقف بقى اتحدى امريكا. بيفكرك بمين؟ بصدام حسين. لما انا هتحدى امريكا بفكرك معمر القذافي. لما انا هتحدى امريكا ليه بقى؟ لانه النظم التابعه دي اللي موجوده قدام حضرتك دي، النظم اذا حست ان انت بتتبعها بيعمل ايه؟ الجرأة. فلو عدى منك بقى ضدك. ده كلام مين؟ سوزان رايس.
وبعدين قالت في فقرة تانية ان غياب التغيير من اعلى في ظل غياب التغيير من اعلى يجب ان نؤهل انفسنا ونستعد لوضعية فيها السعودية less stable and more difficult to govern، ستكون السعودية اقل استقرارا وصعبة لكي نقود العلاقات معه، وهناك مخاطر على الامن والمصالح الاقتصادية ستكون مميتة. يعني لو ما نجحناش ان احنا نسيطر دلوقتي وناخد قرار، ده الامريكان. كوندوليزا رايس بتقول ايه بقى؟ انه يجب ان تكون سياسة امريكا باتفاق مع الحلفاء هو تهميش محمد بن سلمان لكي نزيد الضغط على الأسرة الحاكمة لكي تجد بديلا مناسبا او استيدير اللي هي بديل او احلال آمن. احلال آمن ده مين؟ ده سوزان رايس اللي هي مين؟ مستشارة الامن القومي السوري. وبعدين دخلت مدخل صعب. الكلام ده المقال ده منشور في نيويورك تايمز، منشور امبارح. بتقول ايه بقى؟ اننا يجب ان نبدأ ونقود وندفع في اتجاه محاكمة نزيهة او تحقيقات نزيهة في مقتل مين؟ خاشقجي. ده ضغط على ادارة مين؟ ترامب. في نفس الوقت الست مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ميتشل باشلي بتقول لك انه لازم حاجتين، خبراء دوليين يشاركوا في التحقيق وتسليم الجثه، عاوزين نعرف الجثه فين. اوعى تقول ان الاوراق خلصت من ايد طيب اردوغان ولا من ايد المجتمع الدولي، لا. اهي الست اهي بتقول لك تدعو لدور دولي في التحقيق. ده كله ضغط على مين؟ مش على السعوديه، على ترامب. طيب ده جزء من الايه؟ من القصه. في المقال الثاني كان معايا بتاع الفورن بوليسي، وده مهم جدا. يا ريت انا كان في ايدي، ما اعرفش معانا ولا لا. ايوه اهو هذا المقال الثاني اللي بيتكلم فيه رايان كوستيلو وسينا توسي بتقول فيه ايه؟ محمد بن سلمان هو صدام حسين القادم. ده منشور فين؟ في فورن بوليسي، واحدة من أروع الدوريات الأمريكية في التحليل السياسي. وكده بقى شوية حاجات. أول حاجة منها إنه قبل ما صدام يصبح المناوئ أو الخصم الرئيسي لأمريكا تمتع بدعم كبير من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. يعني بتقول لهم إنه لو سبتوا صدام، سبتوا محمد بن سلمان الذي كان يتمتع، هيبقى الخصم الكبير لمين؟ للأمم المتحدة. واحد. اثنين، بتقول اهو قدامك في ديسمبر 83 رونالد ريغان ارسل رامسفيلد كمبعوث رئاسي ليقابل صدام لتهيئة المسرح لتطبيع العلاقة مع امريكا، العلاقة الامريكية العراقية. يعني انت بتبني مع محمد بن سلمان، تبني مع محمد سلمان، ولو فلت من العقوبه الان هيحصل ايه؟ هيحصل الثالثه. وبيقول لك انه وفقا لوثائق غير مصنفه، يعني مسموح بيها، ان تلتين الاسلحه الكيماويه العراقيه استخدمت اثناء الحرب، التي استخدمت تلتين الاسلحه التي استخدمت اثناء الحرب كانت قد استخدمت في 18 شهر الأخيرة من الصراع، وكان ذلك في قمة نمو العلاقات الأمريكية العراقية. يعني نحن منحنا غطاء لصدام حسين لكي يستخدم الكيماوي، كما منحنا غطاء لمحمد بن سلمان لاستخدام أسلحة وقنابل في اليمن. خلي بالك كوندوليزا راس اتكلمت على اليمن، وكلمت عنها حرب وقحه
وحرب غير شرعية بالنص، بنت حرام يعني، حرب بنت حرام عشان اكون التعبير الانجليزي يعني، سوزان رايس تاني اقول سوزان رايس، كونديليزا معلقه معايا كونديليزا، هما الاثنين على بعض يعني، اثنين كانوا صقور يعني. فبتقول لهم ايوه الاسلحه اللي استخدمها صدام استخدمها في عصر العلاقه بيننا وبين صدام جيد، يعني احنا اللي ادينا غطا، يعني انت يا ترامب اللي اديت الغطا لمحمد بن سلمان يقتل في الشعب اليمني. وبعدين في جملة أخرى، إن اليوم العلاقة أو الدعم الذي يقدمه تقدمه إدارة ترامب لمحمد بن سلمان سيؤدي في نفس الاتجاه الذي انتهى بدعم صدام حسين. دول امريكان. يعني ايه؟ يعني في ضغط هائل. ترامب عامل دخ. يا جماعه مش عارف نعمل ايه، لكنه لن يفلت. لانه تم تحييد ماكرون، ميركل، بوتين. تم اطلاع المخابرات الامريكيه البريطانيه. تم اطلاع المخابرات الامريكيه. تم اطلاع خالد الفيصل عنده معلومات كاملة. فبريطانيا الآن في ظل غياب أمريكا دلوقتي مرحليا هي اللي ماسكة بالملف بتاع إدارة شؤون الأسرة السعودية. وده كلام مهم. بريطانيا قديمة في المنطقة، تقدر تلف وتدور وتوصل للقبائل وللأسرة، عندها أكسس، وهي التي سمحت لأحمد بن عبد العزيز إنه يطلع ويروح عندها. ويقال ان الامير احمد بن عبد العزيز رجع، يقال انه رجع. هل رجع ما رجعش انا مش متاكد، بس لو رجع يبقى احمد بن عبد العزيز سيسند اليه اداره ملف الاسره، لانه محمد بن سلمان ما اصبحش اليجيبل ان هو يمسك الحكم. مع سوزان رايس قالت لك الشريك الذي لا يمكن الاعتماد عليه. وكاستيلو في ران كاستيلو قال لك والله كونستيل ولا كوستيل، والله مش شايف الورقه كويس، يا ريت طلع لنا. كوستيل قال لك انه ده صدام اللي جاي. وسوزان رايز قالت لك لو سبناه هيبقى حاجه شرسه، ويزيد صايغ قال نفس الكلام. بريطانيا الان هي التي تدير الملف. الكلام اللي قاله مجتهد ما اعرفش مدى صدقه، لكن قال لك انه رجع قبل الفجر، محمد بن سلمان كان في استقباله وحصل على تعهدات امريكيه اوروبيه ان ابن سلمان يتعرض له، لكن من يضمن التزام بن سلمان؟ تعرض ما نعرفش. بس يقينا ان محمد بن سلمان بيعاني. ويقينا ان الملف اصبح فيه شركاء دوليون اكثر مما كانوا يتوقع. الدنمارك النهارده طلعت تصريح، حتى اللعيب المصارع اللي بيلعب مصارع ده اسمه ايه؟ سينا، اسمه جون سينا باين؟ الواد الفحل الضخم ده اللي كان جايبه تركي قال الشيخ عشان يعمل بيه هيصه في مهرجان، معرفش اسمه مهرجان ايه هناك، مهرجان الجوهره الملكيه. حلو البوست اللي محطوط على الحيط، كويس كويس كفايه مره. اهو طلع جون سينا يقاطع مهرجان الجوهره في الرياض. يا خرب بيتك يا تركي، قال الشيخ، يا خرب بيتك. طب جون سينا ايش علاقته بالسياسه؟ لا يا عمي، ما هو كله بيضرب في مين؟ في ترامب. كل الخط تضرب في محمد كما تضرب في ترامب. هل محمد يمثل لنا مشكله ولا حاجه؟ محمد زي فتحي، زي عبد الله، زي كل التايرنز اللي موجوده، التايرنتس اللي موجودين او المستبدين او طه، عادي يعني، ما عنديش شطار معاه. انا مشكلتي خايف على السعوديه. واللي خايف اكتر على المنطقه مش محمد بن سلمان. اللي خايف اكتر على المنطقه هو الشيخ صباح، طلع تصريح النهارده قال لك لازم نحافظ على الديمقراطية، الشعوب لازم تدرك انها مستهدفة، النفوس لازم تهدأ عشان مجلس التعاون يرجع تاني. ايوه بس انت قدمت الكلام ده سيادة الامير قبل كده واترفض منك وتهددت والسعوديين رفضوا. الان بقى فكرة اعادة مجلس التعاون الخليجي دي زي بقول لك هو فكرة الناس تقعد مع بعضها وننسى موضوع مين؟ خاشقجي. او فكرة نبيلة ان والله لازم المجلس يتعاون مع بعضه عشان محمد سلمان لما يمشي يبقى في سبورت منين؟ من المجلس. ده وارد وده وارد. الاقرب عندي ان كلهم بيحاولوا يضمدوا الجراح وبيقولوا انه عادل الجبير راح قطر.
أصدقكم القول. منذ أسبوع أو أكثر أول ما بدأ عادل الجبير يظهر أرسل لي مشاهد كريم من قطر رسالة بيقول إن شاف عادل الجبير في المطار، لم أصدقه، قلت له ابعت لي الرابط ولم أذيع هذا الكلام وما زلت لا أذيعه، لأنه اتقال إن عادل الجبير راح قطر مرتين، مرة من أسبوع ومرة من يومين، وإنه اتقابل مقابلة فترة، ما أعرفش، لست متأكد. وقال إن خالد الفيصل راح وطلب منه إنه يروح، هو قال لهم بس ما تصورش، ما أعرفش، مش متأكد. ولا أعتقد أن القطريين يمكن أن يعاملوا الأمير خالد يعني معاملة وحشة، يعني رأيي أنا، رأيي أنا إنه هو، لكن لأنه خالد الفيصل كلاس، يعني هو راجل كلاسي ورد عليه، يعني ما أعتقدش إن هم، إنما في محاولات لتحييد قطر من المسألة. تحييد قطر معناه ادخلها في حاجتين، تخفيف الضغط الإعلامي على محمد بن سلمان من ناحية، والدخول في شراكة مع الصهاينة من ناحية، تدفع في اتجاه ان ترامب يقول للعالم للأمريكان اللي بيصوتوا ها انا انتصرت لإسرائيل على العرب، وبالتالي اعطوني اصواتكم، انتوا بتقولوا انه في يهود بيتقتلوا عندنا، لا ده انا جبت العرب كلهم تحت رجل مين؟ اسرائيل. خلي بالك الملفات كلها متشابكه. امير الكويت عارف تمام ايه اللي بيحصل وفاهم القصه، بس في مشكله كمان في الكويت، طبعا ديمقراطيه يجب ان تسود، لكن في مشكله في النواب اللي اتحاكموا والناس شكت في محاكمتهم، المفروض يخرجوا، في نواب بره يرجعوا لهم. الكويت ديره مش اسيا، في شويه مناوشات، لكن احد تعبير سمعته زمان قوي لما كنت في الكويت هو تعبير للخرافي لما كان الله يرحمه لما كان رئيس لمجلس الامه، وبيقول فيه حنا اهل جريه وكل يعرف خيه، يعني احنا اهل قريه واحده كلها. انا رايي ان الكويت من مصلحتها ان يعفو الامير عن هؤلاء ويعودوا الى مجلس النواب ويعودوا كقوة. الكويت ناس عارفة بعضها، صح في مشادات وجماعات ومش عارف ايه وافكار مختلفة، لكن في النهاية انه لازم يدرك الجميع انه الكويت مستهدفة من زمان كانت والعين عليها. وانا قلت لك تاني يوم الغزو في هذا البرنامج انه القادم هو الكويت، لان عبد الرحمن الراشد كانوا حاطين عينه، بصوا محمد بن سلمان كان حاط عينه ياخد الخليج كله، الواد دماغه كانت مطقطاة قوي، يعني هو متصور ان هو زعيم الخليج وموحد الجزيره العربيه زي جد، والله يديله الصحه. ايه اللي هيحصل ايه في الفتره اللي جايه؟ هو انه اذا البريطانيين مسكوا الملف واذا احمد بن عبد العزيز الامير رجع، هتحصل ان الاسره هتجتمع بضمانات، وانه يكون الحد الادنى فيها ان محمد ما يتسلمش بس يعتزل السلطه ويضمن عدم تدخله في الواقع. طبعا بلد مهترئة، مهترئة يعني ايه؟ مش بلد وحشة، مفيش فيها مؤسسات. المدعي العام زي ما انت شفت كده راجل شيخ طيب على قد حاله، يعني بيسموه مطوع، ملوش يعني، يعني مفيش سلطة قضاء ونيابة، مفيش، لا توجد. اي حد بيعمل اي حاجة الامراء بيعملوا ما عاوزينه، زي ما سمعته من الدكتور احمد. اذا تولت بريطانيا إدارة ملف الأسرة الحاكمة فثم التغيير قادم لا محالة. إذا أصر ترامب على الوضع إنه أنا ما أعرفش ومش عارف إيه وفي كلام، وهو صاحب المقولة الشهيرة أنا ما شفتش وبيقول إنه في فيديو، لو في فيديو يبقى كذا، وشاف وعرف وأدرك إنه في مصيبة، بس عنده مصيبة تانية أليطة تانية زي ما إحنا بنقول موجودة فين؟ موجودة داخل الكونجرس، هو عاوز يخلص، عاوز نفسه ينجحوا، لأنه ما نجحش الجمهوريون في هذه الانتخابات تقريبا هيبداوا اجراءات عزله، ولو بدات اجراءات عزله هيبقى في اجراءات شديده ضد السعوديه، وتبدا القصه انه شلنا ترامب وشلنا جاريد كوشنر وشلنا اليمين المتصهين وبدانا مؤسسات الدوله العميقه داخل الولايات المتحده هتعرف تتعامل مع محمد بن سلمان، حتى لو بقي محمد بن سلمان هيبقى فيه ستايل تاني مختلف، لانه الضغط بتاع محمد بن سلمان على ترامب وجوز بنته انه انا اللي باكلكم وانا اللي شربكم وانا وافقت لكم بتاع الكلام ده كله هيروح، الضغط الصهيوني هيقل، تركيا خلاص هتستلم عماده المنطقه واداره شؤونها، وتصبح بقى يجي لها مثلا رسائل ايجابيه زي موريتانيا كده، الراجل العسكري اللي هناك اللي قتل الناس يقول لك ايه، تركيا دوله عظيمه ونموذج، الفتاح السيسي بكره يقول كلمتين، محمد سلمان قال كلمتين، بكره البحرين تقول كلمتين، بكره محمد بن راشد بقى هو اللي هيقول كلمتين في حق تركيا زي ما قال الحبتور يعمل كده. لا الدنيا بتتغير،
والضغط متواصل، ولسه احنا ما رضاش حاجه، احنا مش عاوزين حاجه غير نعرف الجثه فين ومين اللي ادى الاوامر بالقتل، حتى يرتدع هؤلاء وحتى يفهم الجميع انه في عداله. صحيح بتبقى انتقاليه احيانا، لكن يجب ان تمضي الى النهايه حتى يخسر العالم، لا يخسر العالم، حتى يكسب العالم نفسه، حتى وان خسر محمد بن سلمى. انا هسيبك دلوقتي في الدقيقه ونص دول مع الاستاذ عمرو اديب، بحبه قوي، حلو قوي، بحب اسمع صوته الحقيقه، وهو بيتكلم بمراره عن حكم مبارك له، عشان بعد كده بيشتم في الثوره وبيمدح في مين؟ في مبارك. بنفكره للتاريخ، وتصبحوا وتصبحون على الف خير. دون في البيت